أبو صقر اسمع، في عنا تجديد لرخصة الشركة، فاليوم بدنا نغلبك تلف لك على كم من دائرة وتوقع ليهم. السيد أبو فريد يا زلمة، أنت بتأمر أمر يا زلمة، يبغي يعنيك. اسمع، وانت راجع بدي تمرني على الشيخ تقطع لي فتوى. امبارح ولعت معاي وحلفت بالطلاق على المرأة وبدي أرجح. ولا يهم عطوفتك، انت بس أشر. الله يعطيك العافية، بس لو سمحت توقيع عطوفتك. ابشر يا ابو صقر. ابو الليس، الله يجازي بلايشك، انت هاني يا زلمي. يعني بدك تقول صار لي شهر مداوم. ايه، معقول هو نفسه؟ يا عمي بخلق من الشبه 40. مش معقول يا زلمي، معقول كمان انا؟ قال بخلق من الشبه 40، هاي السلافة بخلق من الشبه 90. أبو صقر والله ما أنا عارف وشو اللي بصير في هالبلد. الله وكيك، اليوم لفيت على 5-6 دوائر حكومية، كل ما طق على باب بلقى عقل بلتاجي، كل ما خش على مكتب بلقى عقل بلتاجي، كل ما لد من الشباك بلقى عقل بلتاجي، وشو هذا؟ وما خلى منصب غير السلمه. اي خلص يا ابو صقر، زودتوها، خفوا عليه لهالزلمه شوي. ايه.